أعزائي المشاهدين أهلا بكم. تعتبر شهادة الشهود في أي قضية ولا سيما لو كانت هذه القضية تختص بقضية جنائية أساس لإثبات أو نفي التهمة من أو على شخص ما. وقيامة المسيح كقضية كان لها شق جنائي وهو صلبه هي قضية تحتاج إلى شهادة شهود. عندنا ثلاث شهود أساسيين كتب كل منهم شهادته في إنجيل، إنجيل متى ومرقس ولوقا. يسموا الثلاثة أناجيل دول بالأناجيل الإزائية، أي الأناجيل التي تعتمد نفس السيرة بشكل متوازي. لكن المشكلة إذا اتفقت شهادة الشهود بالضبط فإنها تثبت شيء، وإذا تناقضت شهادة الشهود فإنها تنفي هذا الشيء. هل أثبتوا الثلاثة أناجيل الأولى متى ومرقس ولوقا قيامة المسيح، أم أن هناك تناقضات خفية وظاهرة أيضا في النص يمكن أن تنفي هذه القيامة بكل الأشكال؟ هذا ما سنتعرض له في هذه الحلقة، ابقوا معنا.